سام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه دي تبدل هذا القفطان هذا. انا صوبت لكم الرشمه، غادي نخليها لكم في الباج ديالي في فيسبوك، غادي نخلي لكم الرابط لتحت الفيديو. وهذه الصوره ديال التنبات اللي انا حطيت اللي صوبت لكم. هنا في الفيديو غادي نوريكم كيفاش كنرشم، يعني انا رجعت كنحاول ان ندير لكم الرشم والطرز او التنبات في نفس الفيديو، ما نديرش الرشم بوحديته والطرز بوحديته. ممكن ناخذوها كبابي كار، هو اللي كنرشموا فيه الرشمه، وكنثبتوها على توب ليبرا، وكندير بابي كار من تحت منها وكنبدا نرشمه. والمرمى، هذه هي الطريقه اللي كنصوبو التوب على المرمى. كنحطو المرمى من التحت وكنديرو التوب عليها وكنوليو نشدوها من الفوق. كنحاولو انها تكون اصلا مزيره شي شويه هي المرمى باش تجينا القياس نيشان. غادي نحتاجو هاد الخيط هذا ديال التنبات، داير بحال هكا، المزونه المغرفه والعقيق مهرس بالذهبي، والليبره ديال التنبات الرقم ديالها 2.5. دابا فاش غادي نجي نبدا في التنبات، كندير 4 العقيقات وكنضرب بالقياس ديال 4 العقيقات، وكنرجع بجوج كنبدا ندخل الخيط، كنولي عاوتاني نضرب 4 ديال العقيق. هكذا غادي يجيني الكونتور هكا ماشي نيشان على القياس ديال الورده، يعني ما غاديش تجيني عوجه، فهمتي؟ ضروري ديروا بحال الطريقه هذه باش يجيكم الخط مزيان مقاد، ماشي شي داخل شي خارج، بهذه الطريقه كتجي مزيانه. غادي نخدم الكونتور ديال الورده كامله وديال الورقه اللي مع الجنيبي ديالها، ومن بعد غادي نعمرها بالموزونه كما كتشوفوا هكا في الفيديو. صافي، انا هنايا ساليت الكونتور كامل ديال الورده والوريقه اللي حداها، وغادي نبدا نخدم الموزونه. الموزونه دائما كنهزوها من الداخل ديالها، من البلاصه اللي مغرفه ماشي من الظهر ديالها، باش كتجي نازله على التوب. كنخدموا وحده تحت وحده وحده تحت وحده متقاربين وصافي.
هنا فاش ساليت بالتنبات درت اختارت انا ندير حجره في الاحمر، ثم على حسب ما بغيتو، يعني شكل الموضه اللي انا جايبه فيه حجره في الخضر وانا بغيت نديرها في الاحمر اللي بغيتي نتومايا. صافي هكا كتعمروا الورده كلها بالموزون والوريقه اللي حداها. هاد الوريقات هادو خدمتهم بالتنبات بالعقيق مهرس، كيجيو عامرين بحال هكذا، كندير فيهم ثلاثة العقيقات وكنطلعهم جنب بحال الطريقة اللي كنطرزو بيها، كنبتو نفس الطريقة تقريبا. وهاد اللوايه غادي نخدمها بالموزونه بحال اللي خدمنا الورده، غادي نخدمو الموزونه كنطلعو على داك الخط كنبداو نحطو وحده وحده وحده، كيجينا قياس كيف ما هو، يعني كتجينا كيف ما في الرشمه كتطلع لينا الزواق. وهكذا انا ساليت الرشمه ديالي، كما شفتوا انا بينتكم الاشكال كامله اللي في الرشمه، انا درت لكم كيفاش كيكونوا. نتمنى انه يكون جاكم ساهلين وعجبكم الموديل، ولا عجبكم الفيديو ما تنساو ديروا لايك واشتراك القناه وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المتابعه.